أطلقت وزارة الصحة قافلة طبية بقرية تنوف في مركز دير مواس بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية. وتضم القافلة العديد من التخصصات بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. القافلة تحتوي على 11 عيادة جميع التخصصات، منها جلدية وصدر وبطنة وأطفال ونساء ورمض وأنف وأذن، وفي خدمات زي معمل الدم والمعمل الطفيليات وأشعة، وبنعمل ندوات تثقيف للناس اللي في لأهل القرية، كمان صرف الأدوية مجاني والقافلة مجاني تماما من بداية قطع التذكرة والكشوفات والمعامل والأشعة لغاية صرف العلاج. في الأدوية، لستة الأدوية بتحتوي على جميع الأدوية المتاحة للجميع التخصصات اللي موجودة معانا في القفل.